أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة هنقول الأول محاضرة لمدة ساعة عن المالتيبل تشويس كويشنز، وأنا بقول إن دي محاضرة مهمة جدا يا ولاد، لأنه الاستعداد للامتحان يعني أهم من الامتحان ذاته. يعني إذا ما استعدتش كويس النتيجة مش هتبقى يعني بالشكل المرجو، ولا سيما ان عاوز اقول ان المالتيبل تشويس كويشنز دلوقتي هو الامتحان الاهم وورلد وايد. فهنا في نورث امريكا في اليونايتد ستيتس او في امريكا وفي كندا الامتحان كله مالتيبل تشويس، من اول ما تدخل كليه الطب لحد ما تخلص الدكتوراه البورد، يعني هو مالتيبل تشويس فقط، مفيش حاجه تانية. دلوقتي في جامعاتنا العربية أصبح المالتيبل تشويس عليه النسبة الأكبر بالامتحان، يعني في الميد تيرم، في الاند اوف تيرم، في نهاية السنة، إذن في العمل معظم الأسئلة بتبقى مالتيبل تشويس كويشنز. وده ليه؟ لأن قلنا إن المالتيبل تشويس كويشنز ثبت إنها هي الطريقة الأسلم، واحد، لأنك أنت ما تجيب 10 أسئلة نظري هتغطي 10 موضوعات بس، لكن لما تجيب 200-300 سؤال مالتيبل تشويس على مدى الامتحان هتغطي كل النقاط دي. نمره واحد. اتنين، انه المالتيبل تشويس كويشنز ما فيهاش اختلافات، يا صح يا غلط، يعني على راي عادل امام يا ابيض يا اسود، ما فيش اختلاف في المالتيبل تشويس، الاجابه يا صح يا خطا. لكن لو انا اديت لك ورقه نظري اديتها لزميل فاضل يعلمها هيدي نمرة، نفس الإجابة، تصور نفس الإجابة لزميل آخر يمكن يبقى رأي مختلف ويدي نمرة أخرى. يبقى المالتيبل تشويس بتغطي موضوعات أكثر، هي الأكثر عدالة. طب تلاتة، إنها ماشية مع البروجريشن أوف هيومن ريس، يعني إن إحنا دلوقتي مش معتمدين على الحفظ يا جماعة، إحنا معتمدين على الفهم. فالمالتيبل تشويس كويشنز دي عبارة عن ريكوجنيشن نوت ريكولينج، يعني انت قصادك المعلومات وبتختار المعلومة الصح، بتعلمك حاجة من اهم الحاجات في الدنيا هي الديسيجن ميكينج، انك انت تاخد القرار هذا هو الاجابة الاصح. ده ليه المالتيبل تشويس هي الاهم، دي كانت مقدمة. الاول طب ازاي نستعد المالتيبل تشويس؟ كعادتنا احب ابقى منظم يا ولاد، فاحنا هنتكلم في استعداد قبل الامتحان وده الاهم طبعا، وفي اثناء الامتحان، يعني ده هو ده اللي عليه النمره، وايفن بعد الامتحان لازم تاخد بالك من شويه حاجات. فهنقسمها الى مراحل ثلاث، بيفور اكزام، افتر اكزام، وديورينج ذا اكزام. اظن كده يبقى الموضوع منظم. طيب نبتدي بيفور اكزام، قبل الامتحان، بيفور اكزامينيشن. انا بس حاطط البوينتس عشان خاطر تتابعوها معايا. لازم الاول يبقى عندك تايم تيبل، جدول ممكن زمنيا، يعني تشوف الاجزاء اللي داخله في الامتحان وانت عارف مقدراتك في مراجعه اي جزء، يعني فلا تتهاون ولا تبالغ، لان طبعا في مواد اخرى، يعني تدي وقت مناسب. دي اول نصيحه بنصحها لكم في النصائح السبعه اللي هي قبل الامتحان. طيب نيجي برضو المذاكرة فنية يا ولاد، we start with the more important subjects، يعني انت مالك بترتيب الموضوعات. انت قالوا لك say مثلا ان الكارديوفاسكولار سيستم عليه اكبر كمية من الاسئلة، يبقى ابتدي بيه. في سنة تانية السنترال نيرفوس سيستم عليها اكبر عدد من الاسئلة او الاندوكراين، يبقى هو ده اللي ابتدي بيه. ثانيا داخل نفس السبجكت عبارة عن موضوعات كتير، ابتدي بالسبجكتس الاكثر اهميه، لانه في حاجه اسمها الواحد لما بيبقى ذهنه حاضر بيبقى تحصيله افضل، ودي حاجه قائمه عليها الحياه، الاهم فالاقل اهميه. وده اللي قلت لكم عليه يا اولاد، ان ال500 الاكثر ثراء في عالمنا هذا هم عندهم حاجه اسمها تايم مانجمنت، فن اداره الوقت، بياخدوا الاهم فالاقل اهميه. دي تاني نصيحه. طيب ثالث نصيحه بنصحها لكم، انه لازم احنا نهتم واحنا بنذاكر الام اس كيو، احنا مش هنسمع، فنهتم بشيئين، الديتيلز
والميننج المعنى والتفصيلات، لان هو امتحان بيختص بالفت وبيختص بالتفصيلات، تبقى واخد بالك منها. وهدي هنا شويه امثله يعني ايه الكلام ده. ان احنا الوضع كالاتي، انه في عندنا الارقام كلمتكم عليها قبل كده، قلنا دلوقتي هما بيركزوش في الرقم، يعني الريستنج ميمبرين بوتنشال في الاي الفا نيرفز، ان رقم 90 ده ما حدش بيركز فيه، بيركز انك تاخد بالك بالتمييز، انه التمييز ماينس وان ميلي فولت، يبقى ده مركز انت في القصه دي كويس تبقى عارف. طيب اتنين، وانت بتقرا تاخد بالك كويس قوي بالاكسبشنز، لان الامتحان بيجي كثيرا جدا في الاكسبشنز، لان كل حاجه لها اكسبشن. قلنا المطلق الوحيد في عالمنا هذا يا اولاد هو الخالق، وانما كل حاجه في عالمنا عندها اكسبشن، فانت بتقرا الاكسبشن تعلم عليه، الاكسبشن ده مهم يبقى خد بالي منه لان ده موضوع السؤال. يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه انه في الكلمات متشابهه بيجيبها لنا، زي كلمه مثلا هوميوستيزيس وهيموستيزيس، هنا في المقطع المشترك هو كلمه ستيزيس يعني تثبيت، بس تفرق اما اقول هيموستيزيس يبقى انا هثبت الدم، والمعنى ان انا هوقف النزيف ستوب بليدنج، انما اقول هوميوستيزيس هوم يعني مسكن، هثبت مسكن الخلايا، قلنا كل الخليه او الخلايا ساكنه في انترنال انفايرمنت اللي هو الاكسترا فلويد، يبقى ده لازم ابقى ثبته، دي حاجه ودي حاجه، ده سؤال وده سؤال تاني خالص. طيب النقطه اللي بعد كده خاصه بالديتيلز والمينينج برضه، السورس اوف انفورميشن اللي هقرا منه. طبعا انا متفق معاكم انك انت لازم تقرا السورس بتاع الجامعه بتاعتك، لان هو ده الكوريكولم اللي بيقول لك ايه المعلومات اللي مطلوبه منك، انما ساعات بيبقى فيه اكثر من سورس، فانا بقول لك الاتي، انك انت السورس اللي لازم تقرا فيه لازم يتميز بثلاث حاجات، انه يبقى كلير يعني المعلومات واضحه ما فيهاش كونفيوجن، اورجنايز منظمه، وبعدين نمره ثلاثه اكريت دقيقه، تمام؟ يبقى كلير واورجنايز واكريت. طب واحد يقول لي ان انا طيب انا هذاكر المصدر بتاعي في الجامعه وهو ما هواش ذات كلير وما هواش ذات اورجنايز وما هواش ذات اكريت، يبقى حضرتك تقوم بهذه المهمه، انت توضب السورس بتاعك زي ما احنا بنعمل في السورسز اللي انا بحطها لكم. اولا بعتمد على التيبل فورمز، مليان تيبلز، ليه؟ لان التيبلز يا اولاد الجداول بتبين لك السيميلاريتيز والديسيميلاريتيز، اوجه التشابه واوجه الاختلاف. طب ديجرامز الرسومات، لان ده المثل الصيني بيقول one picture equals one million words، خلاص الصوره تساوي مليون كلمه. وبعدين لازم يبقى في المصدر بتاعك في جود اوبزرفيشن، يعني في تركيز على الحاجات اللي هي المتشابهه والغير متشابهه. يعني ادي مثال ايه الجود اوبزرفيشن. فاكر كنت كلمتكم قلت لكم يا اولاد ان الكهرباء، ودي تنفع للسنه الاولى وسنه ثانيه، الكهرباء في الجسم نوعان، خلاص يا اكشن بوتنشال اللي هو نيرف امبلس اللي هو نيرف سيجنال، يا اي كهرباء ثانيه بقى. ففي سنه اولى بناخد مثلا خدنا اللوكال ريسبونس، خدنا الالكتروتونس، هناخد الاند بليت بوتنشال، في سنه ثانيه الاكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال، انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال، ريسبتور بوتنشال، يعني البوتنشالز في الجسم نوعان. اديني يمكن بغششكم سؤال من الاسئله اللي هنقولها، يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال، كل الباقي ده مش اكشن بوتنشال، فتاخد بالك. قلت ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه، وقلت اللي هو الثلاثه ايه؟ ان الاكشن بوتنشال ده بيتبع اول اور نان لو، اول اور نان، يبقى ما فيش جريدز، كان نوت بي جريدد. ان معاه عدم استجابه ابسوليوت ريفاكتو بيريود، ادي تاني ايه؟ وبالتالي كان نوت بي سميتد. وان هو الكهرباء اللي بيبقى فات عندها اول فولتج جيتد صوديوم شانلز، حتى قلناها تريبل اي. يبقى الاكشن بوتنشال اللي هي النبضه العصبيه اللي هي الاشاره العصبيه بتميز بثلاث حاجات كلهم بحرف الايه؟ اول اور نان، يبقى نوب، يبقى كان نوب بي جريدد، ابسوليت افكتيف بير، يبقى كان نوب بي سميتد، وبعدين
قلنا نمرة 3 هو اللي بيفتح عنده all voltage gated sodium channel وعليه يبقى highly active لأنه كلهم فاتحين، وهو الكهرباء الوحيدة اللي بتبقى propagated، ولازم يبقى فيه threshold or supra threshold stimuli. الباقي كله العكس، انه في حالة سنة اولى local response والالكتروتونس مفيش all or none يبقى can be graded، مفيش فترة عدم استجابة يبقى ممكن لما ادي كذا stimuli تتراكم الاستجابة يبقى can be submitted. وبعدين قلنا انه بيبقى في حالة، خد بالك بقى دي نقطة مهمة، في اللوكال ريسبونس بيبقى سلايتلي اكتف شوية شانلز فاتحة، في الكات الكتروتونس الكاثود مش النير، الكاثود هو اللي بيحط الشحنات السالبة يبقى باسف. يعني شوف يمكن تستفادوا بالحاجات دي في الامتحان بتاع النهاردة، تمام؟ تبقى واخد بالك، ودول مش بروباجيتد، ده حتى واحدة اسمها لوكال ويحتاجوا سب ثريشولد ستيمولس. فانت اول ما يعني ما تقرا السؤال بيتبادر لذهنك ازاي كان متقسم السؤال ده بالصورة دي، فتاخد بالك منها كويس قوي، تمام؟ طيب نكمل يا اولاد، نيجي للديسكشن. حضرتك وانت بتذاكر قبل الامتحان تملي حاول تدسكس مع الاخرين، الاخرين دول اللي هم زملاتك، وطبعا عارف المذاكره زي الشطرنج يا اولاد، كل ما دسكس مع شخص ذكي هستفاد، ادسكس مع شخص خلينا نقولها اقل ذكاء هستفاد اقل. نيجي النقطة الأخيرة في المصدر اللي بقرأ من، لازم تريننج يا ولاد، تريننج أتمرن على المالتيبل تشويس كويشنز. ما ينفعش إن أنا أقرأ نظري وأدخل أحل إم إس كيو، يبقى أنا ما بوسط الدنيا. ده إحنا تملي هنا بنقول لهم يا ولاد لو عندكم ساعة تقروا فيها تجهزوا لامتحان المالتيبل تشويس، تلات أرباع ساعة تتمرنوا على أسئلة، وطبعا تتمرن على أنهي أسئلة؟ بتاعت المصدر بتاعك دي أحسن حاجة، او الشخص اللي هيحط لك الامتحان، لان كل شخص عنده مجموعه افكار بتبقى في دماغه مأثره فيه اكتر، فاحسن مصدر تتمرن عليه هو المصدر اللي هو قائم بالجامعه بتاعتك تريننج. فثلاث اربع ساعه تتمرن وربع ساعه بس تذاكر نظري، او بنقولها بطريقه تانية انت بتحل مسائل ام اس كيو قبل امتحان الام اس كيو، مساله وقفت مش عارف ليه دي الاجابه الصح ارجع للنظري، ادي حتى ده الجزء اللي انت هتتعامل فيه مع النظري. نيجي النصيحة الرابعة يا اولاد، قلنا ان المالتيبل تشويس كويشنز عاوز كلير مايند، ده ديسيجن ميكينج، تاخد قرار، فلازم تبقى مش بس منتالي مستعد، انما تبقى ايموشنالي وفيزيكالي مستعد. بمعنى واحد يقول لي يعني ايه مثلا اكون ايموشنالي فيزيكالي وايموشنالي مستعد؟ افهمك، يعني تبقى داخل امتحان وانت غير متوتر، نمت نوم هادي الليله اللي قبلها، ما تقعدش تقرا للساعه 5 الصبح وبعدين تروح الامتحان، كده هتبقى كونفيوز، لازم الليله اللي قبلها هنام كويس قوي قوي خلاص. وعشان ايموشنلي ابقى ما عنديش توتر، لو عمري ما شربت قهوه او شاي او حاجات من هذا القبيل ما اشربش الكلام، لان ده ممكن يعمل لي انكزايتي يخليني متوتر. بالنسبه للفيزيكال خلاص، ان احنا قلنا طبعا النوم بيفيدك فيزيكالي وايموشنالي، انك انت تبقى واكل اكل صحي متوازن. يعني واحد مثلا بيشرب لبن، بياكل حاجات سبايسي، بيجي له غازات، بيجي له اسهال، ما يعملش كده، انت لازم تبقى فيزيكالي مظبوط وداخل. حتى تفكر قبل ما ادخل الامتحان عندي الديزاير ان انا اروح التواليت عشان خاطر افضي المثانه، افضي اي حاجه اخرى، اعمل كده عشان ابقى فيزيكالي مرتاح تماما وايموشنالي مظبوط. ويفضل حتى اليوم اللي قبلها كده ان انا اعمل شويه رياضه خفيفه تريد كده فريش اير، يعني ابقى مهيئ ذهنيا، لان انت رايح مش تمتحن، انت رايح تاخد ديسيجنز، انت المعلومات قصادك وهتختار ما بينها، فدي مهمه جدا. طيب نيجي بقى صباحيه الامتحان، جاست بيفور، رحنا قبل الامتحان، جاست بيفور اكزام ستوب ديسكشن، ما يعني ما تقعدش بقى تعمل ديسكشن، وساعات ناس يقفوا مع الطلبه والاخر دي عاملين يناقشوا اسئله وحته معقده ومش فاهمه جت منين، ده هيخليك كونفيوزد، ممكن تتصور انك تاخد معلومه ممكن ما تجيش خالص، انما تخليك كونفيوزد بقيه المعلومات اللي انت عارفها. قبل الامتحان ارفض انك تديسكاس مع حد حاجه مده ساعه كده، ما تفكرش في اي حاجه. طيب وبعدين لما بيفتحوا باب اللجنه
تملي هنا ما تروحش في آخر دقيقة حتى وتبقى متأخر وحاسس ضاع منك دقيقتين، لا روح للهول بتاعت الإكزامينيشن minutes before، تقعد حتى وتبص على اللي حواليك، يعني بنسميها يحصل نوع من التآلف بينك وبين الحتة اللي انت قاعد فيها، ده كله بيساهم في تقليل التوتر الانكزايتي. طيب نمرة سبعة والأخيرة بقى أولاد، don't have higher expectations، ده خصوصا بيقولها الأولاد اللي هنا، هنا مفيش حاجة اسمها واحد ياخد الفول مارك، ده غير معمول بيه لأنه عدد الأسئلة رهيبة، بتبقى حوالي 200-300 سؤال لأنها بتبقى في الآخر، فكرة انك تحلهم كلهم صح دي حاجة مش مطروحة. ليه بقول هذا الكلام؟ لأنك أنت لو داخل على أساس أنك مش هتغلط ولا غلطة، ولا قدر الله غلطت خطأ في الأول أو you got confused في الأول، هتفقد الثقة في نفسك في بقية الامتحان. فما تعملش higher expectations، ما تتضايقش لو في أول سؤال أو في أثناء الامتحان لقيت في سؤال حاسس أنك مش هتجاوبه مظبوط، ما تخلوش يأثر عليك. ده لسبب تاني، ان اولا هو مش وان اكزام، يعني ده هما مجموعه امتحانات كتيره بمجموعهم هيتحدى بمستواك. اتنين يا اولاد ان الامتياز مش من 100%، الامتياز من 85% فيما هو فوق. ثالثا الاوائل قلما نادرا ما بنلاقي اول جايب الفول مارك في الماده، وخصوصا هنا ده almost impossible يا اولاد، حاجه مستحيله. ده كان السبع نصائح اللي هم قبل الإجزام. نيجي بقى during the exam، حضرتك حط قصادك ال question sheets، أول حاجة تعملها إيه بقى؟ examine ال question sheet دي carefully. ليه؟ أقول لك أخطاء مشهورة جدا. أولا لسه بقى عارف أنت داخل هو كام سؤال، يعني بقى عارف مثلا هم 10 هم 40 هم 50 هم 300، فتأكد ان الورقة اللي مدهني فيها هذا العدد من الأسئلة، لان ساعات بيبقى في ورقة مطبوع في وشه ونسوا بعض من النص التاني الوش الاخر الواجه الاخر، او حضرتك قعدت تحل في الأسئلة اللي في الوش ونسيت ان الورقة في ظهرها في أسئلة، فلازم تإجزامن الكوشن شيت كافي. وطبعا عيب ان انا اقول انك انت لازم تكتب اسمك ورقم جلوسك، يعني مش هننسى دي، مش هنبتدي نحل وننسى تبقى الورقة بتاعتنا كده، هنجيبها نعرف دي بتاعت مين، بس يعني maybe not. طيب even الترتيب، انا داخل اجمع نمر، داخل بعمل decision making، داخل عاوز دماغي تبقى رايقة، فابتدي بالeasy question then the difficult questions. بمعنى اي سؤال حضرتك بتقراه ويو جوت كونفيوزد، الاجابه ما جاتش في ذهنك اونلي سبوت، سيب هذا السؤال على طول وادخل على اللي بعده، ما تحاولش تقعد تفكر فيه، اولا هتضيع وقت، هيفقدك ثقتك في نفسك، مش هتدخل على السؤال اللي بعده بصوره جيده، ما تعملش كده ابدا. السؤال الجاوب اون ذا سبوت، جاوبته، ما تجاوبش، ادخل على اللي بعده، ده اللي المفروض ان انا اعمله. تمام. طيب يبقى بعد كده نعمل تايم بلانينج، طبعا لازم نبقى يعني موضبين الوقت، بمعنى ان انا هم مديني زي ما انا هديك مثلا النهارده 10 اسئله في 15 دقيقه، يبقى مده سؤال دقيقه ونص، يبقى لو حتى يعني لاحظت ان الاسئله بتطول، لا لم روحك عشان خاطر تاخد نمره كويسه. النقطه اللي جايه مهمه جدا بقى، you may use the question sheet في حالة إذا عندنا هنا في أمريكا وفي كندا بيبقى الانسر شيت ملهاش دعوة بالكوشن شيت، ما بتجاوبش على ورقة الأسئلة، جاوب في ورقة مستقلة وبتدخل في الكمبيوتر، الكمبيوتر هو اللي بيعلم. في هذه الحالة أنا بقول للولاد إيه بقى على الكوشن شيت دي، بيعمل لازم يستخدمها استخدام كويس. يعني إيه؟ واحد يقول لي يعني هنستخدمها استخدام كويس، هنعمل بيها إيه؟ هقول لك تعمل بيها إيه حضرتك. اولا انك انت هتقول ان السؤال ده هتحطه جنبه، ان السؤال ده ما حلتوش انت فوتته عشان ترجع له تاني، والا مش هتقعد تدور مين الاسئله اللي انت ما حلتهاش. اتنين، انك انت لو كان قصادك اربع حقائق او خمس حقائق، في بعض الجامعات بيبقى اربع حقائق خمس، ادي رايك في كل حقيقه على حده، يعني تقول الحقيقه دي اكتب جنبها كده علامه غلط او صح، غلط او صح. خد بالك لان ساعات الطالب يفتكر ان هم مكتوب فوق one answer is correct،
بس السؤال كان احد الانسرز اللي كوريكت انه all of the above are correct. فحضرتك لازم تقرا الفور ستيتمنتس او الفايف ستيتمنتس وتدي رايك في كل واحده بسرعه طبعا. لسبب تاني، ممكن انت لقيت اول سؤال صح، الاجابه صحيحه اللي هي الاي، بس اتضح ان في واحده اصح. احنا بنختار مش بس الكوريكت، الموست كوريكت، فلازم نعمل الحكايه دي. فانت في الحاله دي بتستخدم الانسر شيت، بتكتب اللي ما انتش عارفه، دي واحده، ان عشان ترجع له تاني، بتكتب رايك فول ستيتمنت في حاجه اهم. وانت بتقرا بتعلم هو عاوز ايه في راس السؤال، روح حط عليها دايره. نمره اتنين، وانت بتقرا بعنايه شديده في كل الستيتمنت، تاخدها من الاول لاخر. قلت ما بنفرش ببدايه الستيتمنت، زي ما هقول لازم الستيتمنت تبقى صحيحه من الاول لاخر. في حاجات كده يعني بتريس فلاجز تاخد بالك منها، انه قال لي اولويز، قال لي اول، قال لي نان، قال لي نو، قال لي سام، قال لي فيو، لان احنا قلنا في اكسبشنز، فالكلمات دي بتبقى مهمه جدا. بيتكلم مثلا على الديبولاريزيشن قبل الفايرنج ليفل، بعد الفايرنج ليفل، فعمال وانا بقرا بسرعه بسرعه. اهم حاجه السرعه، التايم مهم جدا، اوضب كل حاجه بهذه الصوره. طيب ده المفروض اللي احنا الحاجات اللي هنعملها بيفور ذا اكزام. طيب نكمل برضه شويه حاجات هنا بيفور ذا اكزام، ما خلصناش الحته دي. حضرتك ما ترفضش إجابة ظنا منك إن الإجابة دي سهلة جدا فتبقى مش هي. أولا في احتمالين في الإجابات السهلة جدا. لو هي سهلة جدا جدا زي ما هنشوف ممكن تبقى غلط. يعني إيه؟ يعني بقول لك مثلا السكيليتال ماسلز عليها ماسكارينيك ريسبتورز. زي ما بنقول المثل، الحداية ما بترميش كتاكيت، مش معقول ده سؤال. ما هي طبعا ماسل عليها ماسكارينيك، يعني مونو سينابتيك ريفلكس في وان انتر نيرون، مونو وان ماشيه، لا. فممكن فعلا تبقى غلط الاجابه السهله، لكن ممكن تبقى سهله لسبب اخر، ان حضرتك مذاكر كويس قوي الحته دي فبدت سهله. فده ادام ما هياش حاجه فجه كده، لا ممكن تبقى دي الاجابه بتاعت حضرتك. طب حاجه تاني بنبهك فيها، طالب يلاقي اختار ثلاث اربع اسئله ورا بعض اختار الاجابه سي، فيقول مش معقوله ان الثلاث اسئله ورا بعض اجابتهم سي، يبقى انا غلطان. فرابع اجابه ما يرضاش يختار سي ظنا منه ان مش معقول كلهم بيبقوا سي، فيختار حاجه غلط. لا، ساعات بيبقى في ثلاث اربع اسئله خمس اسئله ورا بعض نفس الاجابه. فما ده ما يخليكش يعني ما تقبلش. احنا بنحدد اللي قصادنا، مش في دماغنا افكار مسبقه ان لازم يبقوا موزعين واحده ايه واحده بي واحده سي، ما تعملش الكلام ده. بعد كده ما تختارش اجابه صح لمجرد انك انت انبهرت بالصياغه بتاعتها وحسيت انها صياغتها حلوه يبقى غالبا دي الصح. ولا تحمل المعنى اكثر مما يحتمل. الام اس كيو بيعتمد انه يبقى كلير، مش انت بقى تحط عليها معنى اخر. طب وانت بتجاوب اذا لقيت اجابتين صح اختار الاكثر، يعني اللي صح اكثر، مور كوريكت. طب واحد قال لي طب لقيتهم هما الاثنين يعني كوريكت وفي نفس الوقت مش قادر اعرف مين فيهم اصح، اختار الاكثر تعلقا براس السؤال، غالبا هو عاوز دي. اهم نصيحه بقى بقولها في الاكزام يا اولاد، انه ايفر يعني افرض ان انا عندي مثلا 50 سؤال والوقت خلص وفضل 10 اسئله. طبعا تسيبهم فاضيين وتمشي ده ستوبيديتي. ليه بقى؟ لان احنا ما عندناش في معظم الجامعات الغلط يضاع الصح. فانت لو سؤال فاضي خدت فيه صفر. بينما لو السؤال اجابته حاجه من اربعه وانت اخترت اي واحده يبقى زي الجامبلينج، حتى في احتمال الربع تطلع هي دي صح. خلاص؟ يبقى لو انت خلاص يعني هياخدوا منك الورقه بعد 10 ثواني وفاضل 10 اسئله اختار اجابه في كل واحده. طب واحد يقول لي اختار مين؟ اعمل برضه زي الجامبلر. الجامبلر هنا بتلاقيهم بيعملوا ايه؟ بيلعبوا على رقم معين، فكل شويه هيجي. فاختار واحده، يعني واحده مثلا بي في كل الاسئله او سي في كل الاسئله اللي انت ما عرضتهاش خالص. واحد يقول لي طب ما اختارش ليه ايه او دي؟ هقول لك ليه؟
لانه في الامتحانات اللي بتتحط مش كمبيوترايز زي هنا في الجامعات العربيه لما الناس بتقعد تكتب الاسئله غالبا حاجه سيكولوجيه. الاكزامينر هو بيكتب السؤال ما بيحبش يبتدي بالاجابه الصح وقلبه لا يطاوعه انه يستنى الاخر ستيتمنت دي عشان يكتبها. طبعا بيكتب فيه شويه ايه صح وشويه دي صح، بس لقينا ان لما الاكزام بيحطه عامل بشري بيبقى البي والسي اكتر شويه من الاي والدي، اكتر شويه ما اقولش كتير. فانت لو 10 اسئله مش عارفها اوعى تسيب الامتحان. دي اهم نصيحه، اوعى تسيبها، خد فرصتك انك انت لو جبت اي حاجه هتاخد ربع النمره بتاعت ال10 دول. ازاي تسيبها؟ دي غير مقبوله، لا اقبلها على الاطلاق. واختار بين بي وسي، الاحتمال هيبقى 60% عوضا عن الاي والدي اللي هو الاحتمال بتاعهم 40%. تمام يا اولاد؟ طيب دلوقتي هنيجي، انت سبت شويه اسئله صعبه ما حلتهاش ورجعت لها تاني، بقى حاول انك انت تحصر تفكيرك. يعني انت في اربعه ستيب مش عارف فين الصح، بس انت متاكد ان A وB غلط، يبقى هركز انا في C وD. يعني مش بقى دام مش عارف الاجابه اروح مختار اي واحده، لا، اللو اوف اكسكلوجن. انا لو متاكد ان دول غلط يبقى الصح في واحده من اللي فاضلين، يبقى احتمال ان انا اخد 50% في الاجابه، لكن لو اخترت اي واحده من الاربعه يبقى احتمال انها تبقى صح 25% بس. فحضرتك تشيل الغلط، ده اول حاجه في السؤال اللي انت كونفيوزد فيه. اثنين، في الحقائق المهمه جدا، اسمعني في دي حلو قوي، ده في الاسئله الصعبه اللي مش عارف اجابتها. قلنا مفيش في معظم الحياة كل حاجة لا اكسبشن، فمعظم الأسئلة اللي بتقول all or always أو none أو مفيش غالبا دي غلط، لأن كل حاجة لها اكسبشن. يبقى سيبك من دي، أنا بتكلم كل ده بروفايد إنك أنت ما أنتش عارف الإجابة. طيب وجدنا حاجة تاني في الامتحانات، إن يوجوالي عشان أصعب الحقيقة شوية بيتم التعبير عنها بجملة طويلة. فلو بقى جملتين اللي انت واحدة فيهم الصح مفهومش، لا always ولا all ولا none ولا الكلام ده، واحدة فيهم طويلة والتانية قصيرة، غالبا الطويلة هي الصح اختارها. انا بتكلم ده فين؟ ده مش في الامتحان كله، ده في سؤال او اتنين حضرتك معرفتوش، مفيش اي حاجة منورة في دماغك خالص. قلت لك ارجع للرول الاساسي انه البي والسي 60% صح، الاي والدي 40%. ده فقط في الاسئله اللي انت مش عارف تجاوبها. ده كان اللي المفروض تعمله حضرتك في اثناء الامتحان. نيجي بقى بعد الامتحان. After examination. بعد الامتحان لازم نتعلم من الميستيكس بتاعتنا. يعني الواحد يتعلم من اخطائه. انما مش الامتحان خلص يبقى خلص القصه، لا، اهو after examination learn from your mistakes. لان حتى معلومه ملهاش دعوه بالامتحان يا اولاد، الاخطاء التي لا نتعلم منها تصبح كارثيه. يعني ميزه الخطا فقط في اننا بنتعلم منه، لان طريق النجاح للناس الاكثر تميزا ونجاحا لما يكلموك عنها هم تعلموا من أخطائهم. يعني الخطأ قيمته الوحيدة إن إحنا نتعلم منه. إنما لو أنا أخطأت ومش هتعلم من هذا الخطأ أصبح كارثة، كارثة. يبقى قيمة الأخطاء إن إحنا نتعلم منها. طب الأخطاء دي نوعان، أنا بعد الامتحان يبقى إما أخطاء عملتها قبل الامتحان إما أخطاء عملتها في الامتحان. وطبعا مش هدي بقى الإكزامبلز تاني ما قلتهم، يعني قبل الامتحان حضرتك سهرت فروحت المايند بتاعتك مش كلير، شربت قهوه وشاي عشان تصحصح وانت عمرك ما خدتهم فجالك نيروزس، قعدت تتناقش مناقشات سخيفه وغبيه مع الزملاء قبلها في اسئله سؤال صعب وتعقدت وفقدت الثقه، هو دي اللي صح ولا دي اللي صح، عملت حاجه او في اثناء الامتحان ما مشيتش على القواعد اللي انا قلتها لك دي، عملت حاجه مغايره، نسيت ان ظهر الورقه كان فيه اسئله، حاجات من هذا القبيل، ما كتبتش اسمك. فعشان كده بقول انا الغرض من هذه المحاضره يا اولاد انها تمينيمايز احتمالات الخطا للحد الادنى.
نيجي بقى للجزء الأهم في محاضرة اليوم، اللي هو يعني بسميه في مزاح اعرف عدوك. أنا مش ممكن رايح أقابل الامتحان وأنا مش عارف هما بيجيبوا الامتحان ده إزاي. ما أنا لو عارف السيستم بتاع الامتحان هستعد بطريقة صح هجاوب صح. أنا كنت قلت لكم يا أولاد إن المالتيبل تشويس كويشنز حصر في يعني عندنا في الطب في حوالي 12 فكرة، فأنا هعرضهم لك ودي هتؤثر في طريقة مذاكرتك لاحقا. أنت بقى فهمت هما بيجيبوا الأسئلة إزاي. أول مجموعة من الأسئلة خاصة بالأرقام، بيسألك في رقم. طيب هنا بقى حضرتك وانت بتذاكر في أي رقم تاخد بالك، نمرة واحد مش من الرقم نفسه، إنما زي قلت لك من التمييز بتاعه، من اللي حوالين الرقم. يعني أما يقول لي الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاع الاي ألفا نير فايبرز، مش المهم إنها 90، المهم إنها ماينس، لأن ده إنديكيتس إن الإنر سيرفس نيجاتيف. وقلت ميلي فولت، ما ينفعش الكهرباء في الجسم تبقى بالفولت وإلا كنا اتكهربنا. ما إحنا عندنا الكهرباء هنا في أمريكا 110 وفي بلادنا العربية 240، لو هي بالفولت نتكهرب. انت لو مسكت بطارية بس بتاعت عربية 12 فولت مسكتها قطبي البطارية هتتكهرب، فبالميلي فولت. فهو مش هيغير لك الرقم، هيلعب لك يا في قبلها يا اما بعدها، يبقى تاخد بالك. طب قول ملحوظة جميلة، مجرد حاجة جميلة يا اولاد، ان معظم الارقام في جسمنا معظمها مش كلها قلنا في اكسبشن بالميلي. يعني حتى ما تيجي للأزموليتي مثلا ضغط الاسموزي تلاقيه 290 ملي أزمولز، يبقى تاخد بالك لو كتبها لي 290 أزمول لا ما تنفعش. وطبعا معظم الحاجات في دمنا بالميلي جرام، يبقى الميلي ده مهم، والزمن عندنا بالميلي سكندز، يبقى معظم الأشياء بالميلي يا أولاد بالميلي، فركز فيها بفضل. اتنين، للطالب الذكي المذاكرة فن بتاعت MCQ، أنا مش هيقول لي قول الرقم، هيقول لي تعرف عليه، يبقى أنا أنقي المصدر اللي فيه الأرقام سهلة مش الأرقام صعبة. بمعنى وديتك مثال إن الـ type of nerve fibers A و B و C، حلو كده، حسب الدامتر وحسب السرعة، بيهتموا جدا بالسرعات. في مصدر يكتب لك إنه الـ C دي السرعة من نص لـ 2 متر، والـ B من 5 لـ 15، ومش عارف الـ A من 70 لـ 120، أرقام صعب حفظها. لكن الالماني يقول لك ايه، السي فايبر ليها ارفع فايبر سرعه متر في الثانيه، البي 10 متر في الثانيه، الاي 100 متر في الثانيه. اي واحد حتى ملوش علاقه بالطب وبيسمعني حفظهم، 1 × 10 ميل. النيرف فايبر ثلاث انواع اي وبي وسي، الارقام 1 × 10 ميل. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، ما انت لو جالك رقم يعني من نص الاثنين يبقى ده يحتمل مين اللي في نصهم، واحد، يبقى دي سي فايبرز. من 5 لـ 15 يبقى دي بي، 70 لـ 120 يبقى غالبا دي ايه، فاهم ليه؟ بذكاء. يبقى من الاول انت تنقي المصدر الارقام فيه سهلة. طبعا برضو بالعقل، اللي اسرع هيبقى الزمن قليل، احنا بنمشي بسرعة بناخد زمن قليل، فالسبايك بتاع الايه اللي هو اسرع واحد 100 وعين هنا 10 وعين هنا 1، بالعكس ياخد وقت قليل، نص ملي سكند، البي 1 ملي سكند، السي 2 ملي سكند. ثلاثة في الأرقام يا أولاد، يبقى الأول بناخد بالنا من التمييز، اثنين بنختار الأرقام الإيزي، ثلاثة ودي الأهم بقى، إن مفيش رقم ثابت لكل الناس، مفيش الكلام، كل حاجة رينج. هو الأرقام دي جبناها إزاي تفتكروا؟ خدنا 100 شخص وشفنا الأرقام بتاعتهم نورمال وخدنا المتوسط. لو خدت 100 في أمريكا غير 100 في كندا غير 100 في العراق غير 100 في الشام غير 100 في مصر، بس مش هيطلع ان الناس هنا مثلا عندها 5 مليون كرة دم حمراء في كل مليمتر مكعب، وفي الصين هيطلع عندهم 10، مفيش كده. وعليه يا اولاد لو لقيت الرقم اللي جايبه لك وذين الرينج اللي انت عارفه ما تختاروش غلط، يعني في نسبة تغير عن الرقم اللي انت عارفه او اللي في المصدر بتاعك في حدود 5 لـ 10%، مفيش حاجة إلا في حاجات معانة ما فيهاش رينج، يعني لازم تبقى بالظبط. إنما معظم الأرقام في رينج معين، فلو لقيت قريب ما تقولش أصلا ده احنا خدنا البلازما بروتين 7.2 جرام
هم جابها لنا سبعة، سبعة وسبعة اتنين من عشرة، ما هي هي سبعة وسبعة أربعة من عشرة، رقم السبعة والمهم زي الصوديوم 140 ملي إكويفلن في اللتر، جابها لي 142 143 145 هيها، إنما يجيبها لي 20 غلط. أنا في أرقام مهمة زي البوتاسيوم، قلت البوتاسيوم رقم الحسب لازم يبقى تحت 5 ملي إكويفلن، جابها لي 4 4 3 من 10 حلو، إنما يجيب لي بوتاسيوم 6 ما أقولش لا ده حلوة كده لا، لأنه قلنا لك ما يزيدش عن 5، فوق 5 البوتاسيوم ممكن يوقف القلب. فقلت الحقنة المميتة، المميتة اللي عندنا في بعض الولايات هنا بيعدموا الناس بان هم يدولهم حاجه اسمها حقنه ميته، ما هي الا بوتاسيوم كلورايد بتوقف القلب في الانبساط في الداستول، فالبوتاسيوم لازم تحت 5 بس 4 4 3 من 10 كله حلو. يبقى الارقام في اول نقطه في الام اس كيو في النقاط ال 12 لازم تاخد بالك من التمييز، تحفظ الارقام السهله حتى لو هو في المصدر بتاعك صعب، خد مصدر اخر فيه الارقام سهله، وبعدين الرينج نحسبها تبقى صح. طيب تاني حاجه في اسئله الام اس كيو 12، خد بالك ده اهم حاجه في المحاضره الجزء ده اللي هو الماثيماتكس، اللي هم ما في مسائل حسابيه بتجن، هدي مثال اللي احنا عارفينه، مثلا مساله الاوزموتيك بريشر لازم حضرتك تبقى مستعد بالخطوات حافظها صم، عارف لما يجيب لي مساله اوزموتيك بريشر هجاوبها في اربع خطوات، لو جاب لي التركيز الاسموزي ثلاث خطوات بس، 1 2 3 بس، اوزموتيك بريشر بيزيد خطوه اللي هي الخطوه الرابعه. قلنا ان تملي الحساب بيبقى في لتر، يبقى لازم اول حاجه اجيب الاماونت ان لتر، لما يديني قلت في 100 سم اضرب في 10، يديني في 200 سم اللتر 5 متينات، اللتر نص ونص، لو اداني في نص اضرب في 2، في ربع اضرب في 4، يبقى اول حاجه نحسب الاماونت بير لتر، الحساب في اللتر. ستيب 2 اقسم الاماونت بير لتر على الموليكولار ويت عشان نشوف عندي كام وزن جزيئي وبالتالي كام مول. ستيب 3 لو الماده متعينه اضرب في عدد الاينز بير موليكيول، في حاله الصوديوم كلورايد بس كلورايد اضرب في 2، كالسيوم كلورايد اضرب في 3، دي تديني الاوزموتيك الاوزمولاليتي التركيز الاسموزي. لو طالب الاوزموتيك بريشر قال لك كل واحد ملي ازمول بيدي 19 من 10، يبقى لازم احافظ الرقم ده، كل واحد ملي ازمول بيدي 19.3 ملي متر مركب، يبقى الخطوه الرابعه اضرب في 19.3 ملي متر مركب، بس خد بالك كل واحد ملي مول او ملي ازمول، يبقى لازم الاماونت من الاول تبقى الملي جرامز، يبقى بحافظ في اي مساله حافظ ازاي اوصل، انا مش هدخل وكلام فاضي يعني، ستيبس معروفه 1 2 3 4، اول حاجه اجيب الاماونت بير لتر دي نمبر 1، نمره 2 ديفايد الاماونت بير لتر على الموليكولار ويت نمبر 2، نمبر 3 ملتيبلاي باي ذا نمبر اوف اينز بير موليكول، كده خلصت المساله لو كان عاوز الاوزمولاليتي او الاوزمولاريتي، لكن لو عاوز الاوزموتيك بريشر، ايه علاقه الاوزموتيك بريشر بالاوزمولار كونسنتريشن؟ ان كل واحد ملي ازمول يبقى لازم يبقى بالملي جرام بيدي 19.3 ملي متر مركب، يبقى اضربها في دي. دي تاني نوع في الام اس كيو في مسائل، ودي اشهر مساله. تالت حاجه يا اولاد اللي هو بنقول الاكسبشن، ان وانت بتذاكر كنت حضرتك واخد بالك كويس قوي قوي ان كل حاجه لها اكسبشن، وحتى هنا في فرصه حلوه ادي اكسبشن في الارقام، حتى ادي المثال يعني هديك مثال، مثلا قلنا في البلاد معظم الارقام بالملي جرام والملي ازمول، بس في حاجتين بيبقوا بالجرامات، زي مين؟ واحد يقول لي زي مين بيبقى بالجرام؟ اقول له زي البلازما بروتين بتبقى رقم اللي هو بقول كرمه الخالق السماوات السبعه العظماء في الايام الاسبوع سبعه، يبقى 7 جرام ده البلازما بروتين، يبقى عارف انها بالجرام، الهيموجلوبين بالجرام مش بالملي جرام، حوالي 14 جرام في كل 100 سنتي في الفيميل و16 جرام في كل 100 سنتي في الميل، يبقى انا اعتدت الارقام كلها بالملي جرام، يبقى او بالملي سكندز او بالملي ازمول، لما الاقي رقم مغاير وانا بذاكر بقى اخد بالي منه عشان هو هيلخبطني هيجيب لي الرقم ويغير لي التمييز. للشباب بتوع سنه ثانيه الهرمونات مثلا، الهرمونات مش بالملي جرام، ملي جرام ده كتير قوي بقى، ده بتبقى بالنانو جرام، حتى مش مايكرو جرام، معظمها بالنانو جرام، اصل المايكرو جرام واحد على 1000 من الملي جرام، طب والنانو واحد على 1000 من المايكرو جرام، فناخد بالنا يا اولاد من الاكسبشنز. ف
في كل حاجة، وفي كل حاجة تقرأ في رقم في حقيقة في إكسبشن، وانت بتذاكر مذاكرة فن، مذاكرة الامس كيو دي فن، لو عرفت الطرق هتستعد كويس. طيب نيجي نمرة بعض، اخد بالي بين اي كلمتين متشابهة، يعني بين الكلمات المتشابهة، بين كلمتين متشابهتين، وقلت المثال هوميوستيزيس غير هيموستيزيس، هم الاثنين ستيزيس، بس هيم يعني دم، ايقاف الدم يبقى ستوبج بليدنج، اوقف النزيف، انما هوم يعني بيت، بيت الخليه، قلت زي ما السمكه بتعيش في الميه الخليه بتعيش في الاكسترا فلويد، يبقى لازم اثبت الوسط ده هوميوستيزيس. دي نمره 4 اخد بالي. طيب نقطه 5 في اسئله الام اس كيو، ما احنا قلنا عندنا 12 طريقه في الام اس كيو يا اولاد، اللي هو ال deceiving informations، يعني هو بيخدعني. قلت الحداية ما بتحدفش كتاكيت، المثل بتاعنا البلدي يقول كده. اما يقول لي مثلا في المونوسينابتيك ريفلكس في وان انتر نيرون، لا قلنا عشان الريفلكس يبقى في مكان اتصال واحد لازم الخليه الوارده الافرن تلتقي بالخليه الصادره مباشره عشان يبقى في مونوسينابس، لان لو فيها وان انتر نيرون في النص ما بين الافرنت والايفرن بقى هنا في سينابس وهنا سينابس، بقى بولي سينابتك. وقلت حتى انت السؤال الكريم جاوب نفسه اتخض منه، ما تبقى زي الاهبل تقول اه مونو سينابتك، يبقى اه هو زي ما قلنا الحدام ما تحدفش كتاكيد، مش معقوله المونو ما فيهوش ولا انتر نيرون، في الخليه الوارده والخليه الصادره بيلتقي مباشره فيبقى في سينابس واحد، لان في لو في وان سينابس اصبح اثنين. لما يجيب لك السكيليتال ماسلز نوع ريسبتور اللي فيها ماسكارينيك، مش معقول ماسل ماسكارينيك، لا هي فيها نيكوتينيك ريسبتورز، يبقى خد بالك الماسكارينيك ده في القلب في الانتستين في السموس ماسلز، يبقى ده النوع اللي كده ديسيفنج، اخد بالي من الحاجات الديسيفنج. طيب اشهر نوع بقى في اسئله الام اس كيو اللي هو الانفاميليار فورمز، اللي هو زي ما بقول ان انت خدت المعلومه بطريقه مالوفه. هو على راي عادل امام برضو في مزاح بيجيب الشكل الحلوف مش الشكل المألوف للمعلومة، يعني انت حفظتها بطريقة عاوزك تشوف فاهم ولا حافظ بمثل وديته قبل كده. ان يقول لي مثلا الانتراسيلر فلويد المية في الجسم 60% جوه الخلايا انتراسيلر 40% وبره الخلايا اكستراسيلر 20%، ده اللي انا ذاكرته، فيجيب لي يبقى الاكسترا دبل ذا فوليوم الانترا دبل ذا فوليوم اوف اكسترا، طبعا 40% دبل ذا فوليوم اوف اكسترا اللي هو 20، 40% دبل 20، او الريشيو ما بين الانترا تو اكسترا 2 تو 1. وخد بالك قلت لك تقرا الستيب من اولها لاخرها لازم تبقى صح، لكن لو قال لي اكسترا تو انترا تبقى 1 تو 2، فمش نفرح باي واحد واثنين عاملها صح. خد بالك في حقائق هنحفظها بالبي اتش، وهو غير لك السؤال يجيبه لك بالهيدروجين اين، الهيدروجين اين عكس البي اتش، يعني لما الهيدروجين اين بيزيد بيبقى فيه اسيدوزيس، في الحاله دي البي اتش اللي هي الباور اوف هيدروجين بتقل. ليه؟ لان البي اتش علاقتها بالهيدروجين اين هي النيجاتيف لوج، نيجاتيف 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 لوج اوف هيدروجين اين، ففي الاسيدوزيس الهيدروجين اين تزيد البي اتش تقل، والالكالوزيس العكس الهيدروجين اين يقل يبقى البي اتش يزيد، يبقى جاب لك شكل انت مش واخد عليه. والامثله لا تحصى، سمعتها في محاضراتي بس انا بديك ازاي تذاكر، يبقى بتراعي الاعداد، بتراعي المسائل، بتراعي الاكسبشن، بتراعي الكلمات المتشابهه، بتراعي الديسيفنج ستيتمنتس، وبعدين بتراعي ان ممكن اي معلومه يجيبها لك نمره 6 بطريقه اللي انت مش واخد عليها. نيجي بقى السيميلاريتيز والديسيميلاريتيز، دي برضو نوع مهم جدا في الاسئله بيلخبط، يعني يقول لك مثلا الفاسيليتيتد ديفيوجن اوف جلوكوز والاكتف ترانسبورت اوف جلوكوز هما الاثنان يحتاج الى كارير، يبقى هنا فين السيميلاريتي؟ ان هما الاثنين فيهم كارير، بس فين الاختلاف؟ ان الفاسيليتيتد ديفيوجن بيحدث من تركيز عالي لتركيز واطي، هعملها لك بالليزر من عالي لواطي، يبقى عليه مش عاوز ادينوزين ترايفوسفيت، مش عاوز طاقه، وعليه الكارير بروتين يبقى ما عندوش اي تي بيز. ليه عاوزين يبقى اي تي بيز؟ هو ما فيش اي تي بي هيستخدم عشان نكسره،
انما الاكتف ترانسبورت اوف جلوكوز في كارير، يبقى السيميلاريتي هنا التشابه مع الفاسيلتي ديفيوجن في كارير، بس بيتم فروم لوور تو هاير، يبقى اجينست كونسنتريشن، يبقى عاوز ادروجين ترايفوسفيت، وعليه يبقى لازم الكارير بروتين يبقى عنده اي تي بيز. وده كان فكره قلت لك لازم تقرا في مصدر كلير واضح اورجنايز منظم ودقيق في نفس الوقت، وتلاحظ السيميلاريتي والدي سيميلاريتي في كل حاجه، وعشان مش تدخل في الامتحان تتلخبط فيها. هنا فين السيميلاريتي؟ الاثنين في كاير، بس ده مع التدرج يبقى مفيش اي تي بي، يبقى مفيش اي تي بيز، انما ده ضد التدرج يبقى في اي تي بي وفي اي تي بيز. طيب نيجي الصفحه الاخيره، نيجي في نقطه بعد كده يجيب لك نيو ايدياز في الاسئله، افكار جديده، يعني معلومات بافكار جديده. يجي يقول لك هنا الفاسيلتي ديفيوجن والاكتف ترانسبورت هما اتنين فيهم كارير. حلو، حضرتك خدت في الفاسيلتي ديفيوجن الجلوكوز ان الكارير عنده عدد معين من الريسبتور سايتس، يعني يقدر يمسك عدد معين من الجلوكوز موليكولز، يبقى الكارير ده بيمسك عدد معين حسب عدد الريسبتور، وعليه في ظاهره الساتوريشن، يعني في الفاسيلتيت ديفيوجن لو كل الريسبتور سايتس بتوع الكارير اتملوا ما اقدرش انقل جلوكوز اكتر من كده، حصل ساتوريشن. هذه الحقيقه ما قالها ليش تاني في الاكتف ترانسبورت، قال لي في كارير بس ما عادهاش تاني في معظم تكست بوكس، ان بس هي بنفس المنطق انها فيها ريسبتورز لما يتملوا هيوقف الترانسبورت. يبقى ما ينطبق على الفاسيلتيت ديفيوجن في ساتوريشن اللي قالوها لي ينطبق على الاكتف ترانسبورت، نظرا لاشتراكهم هما الاثنين في استخدام كارير في نفس العدد، في عدد معين من الريسبتور لو اتملى مش هنعدي، يبقى دي فكره جديده. بينما السمبل ديفيوجن مثلا اوف اي ماده ما فيش كارير، يبقى هنا ما فيش ساتوريشن، يبقى فكره جديده ان انا الاكتف ترانسبورت ينطبق عليه ما ينطبق في الفاسيلتيت ديفيوجن. فكره اخرى بيقول لي الاوكسجين بيدوب في الليبيد بتاع السيل ممبرين، يبقى يعدي في الليبيد سبستنس وذا سيل ممبرين. الكربون دايكسايد بيعدي في البورز البروتين شانلز وبيعدي في الليبيد. يبقى لو قال لي ان الغازين اللي هم الاكسجين والكربون دايكسايد الاثنين بيعدوا في الليبيد سبستنس، صح، الاكسجين بيعدي في الليبيد سبستنس فقط، الكربون دايكسايد بيعدي في الليبيد سبستنس وفي البروتين شانلز، يبقى دي مش غلط. فكره ثالثه جديده برضو، الريستنج ميمبرين بوتنشال يبقى كام لو وقفت الصوديوم بوتاسيوم بامب، لو صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز انهيبيتور بوظ صوديوم بوتاسيوم بامب، يبقى سببه ايه؟ سببه فقط السلكتيف بيرميابيلتي اللي هي مسؤوله عن كام من ناقص 90، عن ماينس 86 ملي فولت. او يجيبها لي بطريقه ثانيه يقول لي طيب لو جبت جروب اي الفا فايبرز وحطيته في سائل فيه بوتاسيوم بس، يعني تخيل جبت نيرف والاين الوحيد بقى مش الاهم هو البوتاسيوم فقط، يبقى الطالب ذكي هنا ينطبق مين؟ يبقى البوتاسيوم يقعد يخرج ويدخل، يخرج بالكونسنتريشن ويدخل بالاكتيف جريدينت لحد ما يحصل ايكوليبريم، هيقف، وفي الحاله دي البوتنشال يبقى كام؟ حسبها نيرنست الايكوليبريم بوتنشال البوتاسيوم بيبقى ناقص 94. فيقول لي الريستنج ممبرين بوتنشال في ايه الفا فايبرز لو اتحطت في فلويد ما فيهوش غير بوتاسيوم، يبقى البوتاسيوم ليس اللاعب الاساسي زي في الجولدمانز، لا ده هو اللاعب الوحيد، يبقى يلعب تبعا لنيرنس كويجن، يخرج بالكونسنتريشن يدخل بالالكتريكال لحد ما القوتان يتساوى فتقف عن ناقص 94. يبقى دي افكار جديده، نيو ايدياز، ما تتخضش، لازم تفكر. طيب ده خد بالك ده في النوع ال11 هيجيب لي يعني حاجات بقى ما استنتجهاش باللي فات، حاجات جديده خالص افكر بيها، بيحبوا يجيبوا اسئله لوجيكال. الهول ستيتمنت دي يا اولاد في نمره 9 قلت ان الستيتمنت عشان تبقى صح لازم مش اول حته بس تبقى صح، من اولها الى اخرها. يعني يقول لي
في الديبولاريزيشن في الاسندنج لمب اوف ذا سبايك اوف ذا اكشن بوتنشال بيفور الفايرنج ليفل بيبقى فاتح سام فولتج جيتد صوديوم شانلز, لكن افتر الفايرنج ليفل بيبقى فاتح اول فولتج جيتد صوديوم شانلز. يبقى لازم اخد الحقيقه من الاول الاخيره. ها بيقول لي اسندنج لمب ديبولاريزيشن, نكمل هل هو الكلام ده بيفور ولا افتر الفايرنج ليفل؟ بيفور بيفتح سام صوديوم شانلز, بعد بيفتح اول حقيقه تانية في نفس الحكايه. بيفور الاكسيتابيلتي بتبقى زايده في سوبر نورمال فيز اوف اكسيتابيلتي, انما افتر بيبقى في ابسولوت ريفراكتوري بيريود. دي حاجه ودي حاجه, يبقى لازم اقرا الستيب من اولها لاخرها عشان اختار الاجابه الصح. نوع العاشر يجيب لي سؤال فيه اجابتين صح, زي يقول لي مثلا الريستنج ممبر بوتنشال از كوزد, وهنا عشان كده بقول لك في ورقه الاسئله باخد بالك مينلي باي, يبقى هو عاوز مينلي مش كوزد باي, مينلي الريستنج ممبر بوتنشال از كوزد مينلي بايه؟ الريستنج ممبر بوتنشال هل بالسلكتيف بيرميابيلتي ولا بالصوديوم بوتاسيوم بامب؟ الاثنين صح, بس طبعا سلكتيف بيرميابيلتي مسؤوله عن ناقص ماينس 86 اوت اوف ماينس 90, انما الصوديوم بوتاسيوم بامب ماينس 4 اوت اوف ماينس 90 ملي فولت, يبقى دي الاصح. طب اقول لك حاجه ثانيه لطيفه, يقول لنا ان الصوديوم بوتاسيوم بامب كان مهم لثلاث حاجات, هو اللي بيحافظ على الايونيك كومبوزيشن, هو اللي بيخلي الصوديوم بره اكتر والبوتاسيوم جوه اكتر, ان اللي بيغلط من الصوديوم يدخل بيخرجه, اللي بيغلط من البوتاسيوم يخرج بيدخله, لكن لانه 3 ل 2 3 صوديوم بره و2 بوتاسيوم جوه, فبقى بره مور بوزيتيف, فبقى الكتروجينيك بامب, فبقى مسؤول عن الريستنج ممبر بوتنشال. هو الاثنين صح, بس هو اهم لمين؟ افكر بهدوء. لو مفيش صوديوم بوتاسيوم بامب الريستنج ممبر بوتنشال مش هيختلف كثيرا, لان السبب الاساسي بتاعه السلكتيف بيرميابيلتي, لكن لو مفيش صوديوم بوتاسيوم بامب الاول الكومبوزيشن باص تماما, هيبقى الصوديوم بره زي جوه والبوتاسيوم جوه زي بره, يبقى اذا هو اهم للايونيك كومبوزيشن منه الريستنج ممبرين بوتنشال. طيب النوع ال11 يقول لي نيو لوجيك انفورميشن, يعني معلومه جديده خالص ما بيختبر ذكائي. وهتلاقي على فكره عندنا هنا في الطلبه اللي بتسمعني في نورث امريكا وبتفهم عربي, انا عارف دلوقتي اللي بتكلم بالعربي, هما بيجيبوا هنا لازم يجيب عدد من الاسئله عمرك ما سمعت عنه خالص خالص, معلومه ما تعرفهاش بس معلومه كويت لوجيكال. يعني ادي مثال, يقول لك مثلا في كرات الدم اللي هي الحمراء الريد بلاد سيلز والبليتلتس اللي هو الصفائح بيبقوا نون نيوكليتد فهمش نيوكليس, تفتكر ليه؟ هقول لك ليه, لانه الار بي سيز عاوزين اكبر مساحه ممكنه نحط فيها الهيموجلوبين, يبقى ده بيديني مور سبيس فور هيموجلوبين. في البليتلتس عاوز اكبر مساحه ممكنه عشان احط المواد اللي هتوقف النزيف, فيبقى هم نون نيوكليتد. الفانكشن ليه هم نون نيوكليتد؟ تو جيف مور سبيس فور هيموجلوبين في حاله الار بي سيز, مور سبيس فور جرانيولز في حاله البليتلتس. كويت لوجيكال, معلومه صح, مش لازم يبقى اسطوانات وحافظينها. دي ازاي بيبني العقول هنا؟ ليه؟ لانه في الطب يا اولاد حضرتك هتقابل حالات كثيره ما هياش تيبيكال زي اللي قريته في الكتب. فانت المالتيبل تشويس بيعلمك انك انت الديسيجن ميكنج الجادج. طيب زي اديك مثال اهي, بس دي معروفه نصها بس مش معروف التفسير, ان الار بي سيز وكاتبها انا في المقالات بتاعتي في الجرايد وعلى الفيسبوك ضد الالحاد. الار بي سيز في الاطفال بيتعملوا في كل العظم, طفل بينمو محتاج كرات دم كتير كل العظم بيعمل الار بي سيز. ده انا حتى قلت انه العظم اتعمل اساسا عشان يعمل ار بي سيز, بدليل مفيش ار بي سيز غير في الحيوانات الفقاريه, اهي صفحه المعلومات العامه. يعني العظم ده اساسا عاوزين مساحات كبيره نعمل فيها ار بي سي, لان الار بي سي يا اولاد اكتر عدد من الخلايا في الجسم, يعني العدد اكتر عدد هو الار بي سي. فهو انت طفل بتنمو بيتعمل في كل العظم, طب لما تكبر مش محتاج بقى النمو توقف, هل يتعمل في اللونج بونز بتاعه الابر واللور جيمز
ولا يتعمل في الممبرانس بونز بتوع السكال والترانك؟ تفتكر ايهما؟ هما كاتبين الحقيقه بس انا بحب اشرحها لك. وراء الخلق خالق. هو لو اتعمل في الليمز ممكن في مسار الحياه افقد دراع افقد رجل، تبقى بقت مشكله مشكلتين، فقدت دراع وعجالي انيميا، لكن مش ممكن في مسار الحياه تتقطع رقبتي او يتشال الجزء يتهشم ويبقى لسه عايش. فعشان كده ربنا في الادلت بيتعمل في الحاجه الاضمن، في الممبرانس بونز، بونز اوف ذا سكال اند اوف ذا ترانك، لكن ما يتعملش في الابر واللور ليمز. يبقى هيجيب لك معلومات لوجيك في السايكولوجي، هبقى اديكم معلومه اقول لك ايه. كل رجال هذه القريه يشتغلون في زراعه القطن. يعني هو قال لك كده، القريه دي ما فيهاش ولا واحد بيشتغل غير بيزرع قطن. في واحد قال انه هاني ده ما بيزرعش القط، بيزرع حاجه تانية او بيشتغل في التجاره. وبعدين بيقول لك انا اعتقد، يعني هو بيحكي لك بيقول لك انا اعتقد ان هو من القريه دي. هل الكلام ده لوجيكال؟ طبعا لا، لان لا يتسم المعلومتين. المعلومه الاولى بتقول كل الرجاله اللي في القريه دي بيشتغلوا بزراعه القط، واحد قال لك في واحد تاني بيشتغل في حاجه تانية بس ممكن يبقى من القريه. لا مش ممكن، لان ده يتعارض مع الحقيقه الاولى. فدي اسئله بتيجي بهذه الصوره. نيجي الطريقه ال 12 والاخيره يا اولاد، ان في اسئله، عشان كده بقول لك تقرا السؤال الاخر، مش اول ما تلاقي واحده صح تختارها وتجري على السؤال اللي بعده، لان ساعات في اخر السؤال بيقول لك all are correct او none of the above، خلاص is correct، يا اما كلهم correct او ما فيش ولا واحده correct. دي بتبقى اسهل شويه all are correct. عارف ليه؟ لانك لو لقيت اثنين correct، اثنين even بالذكاء مش محتاج تقرا الثالثه، خلاص بقى all are correct، لان هو طالب سؤال واحد، هو بيقول لك one answer is correct في عنوان السؤال، عنوان الامتحان فوق اجابه واحده هي الصحيحه، فانت في اثنين صح، بس نمره دي مكتوب all are correct، خلاص ما دام اثنين صح يبقى اكتر من واحده صح، يبقى all correct هي دي الاجابه الوحيده اللي تحتمل الصح. بينما none of the above دي بتبقى صعبه شويه، لانه طبعا لو اثنين غلط ستيل A و B غلط، ستيل ممكن تبقى الاجابه C غلط. لو سي غلط هنختار none of the above، لكن لو سي صح تبقى سي هي الإجابة الصحيحة. none of the above لا، هو في إجابة في ثلاثة صحيحة اللي هي سي. فتاخد بالك في عدد من الأسئلة في الـ MSQ بيبقى all are correct و none of the above is correct. الـ all are correct أسهل شوية، قلت ليه؟ لأنه اثنين صح تبقى الموضوع زي الفل، إنما all are correct، إنما في الـ none اثنين غلط لا، لازم أشوف الثالثة، لانه لو الثالثه صح لا يبقى دي الاجابه الصحيحه، الثالثه كمان غلط يبقى كله غلط، هختار none of the above. دول ال 12 طريقه يا اولاد بتوع المالتي تشويس اللي بقول للطلبه في نورث امريكا وفي جامعاتنا العربيه، هي دي هنا الامتحان فقط مالتي تشويس، وقلت في بدايه المحاضره ليه، وعندنا معظم الامتحان بقى مالتي تشويس. اما دي معلومه اعتبرها فقر معلومات عامه. ازاي بيعملوا الام اس كيو هنا؟ مفيش واحد كده يقعد يالف ام اس كيو غالبا، وده بيحصل عندنا، بتنتهي بعدد من الاخطاء. انا اقول لك بيعملوها ازاي هنا في الجامعات وازاي عندهم بنك المعلومات. خدها دي لمعلوماتك العامه يا اولاد، كل واحد يعمل دكتوراه في سبجكت معين، في ماده معينه، يعني ده بقى مفروض يعني ضليع في هذه اللي بيعمل دكتوراه بي اتش دي، فيقولوا له احنا قبل ما نقول لك نتيجتك ناجح ولا ساقط، هديه منك لينا عشان نديك النتيجه، اكتب لنا خمس اسئله في الماده اللي انت اخذت فيها الدكتوراه. طبعا واحد واخد دكتوراه ومطلوب منه يعمل خمس اسئله بس، هيفكر يجيب افكار جديده ازاي بيطوروا بنك المعلومات. كل واحد بيعمل دكتوراه في اي سبجكت قبل ما يدوا له نتيجته بيديهم خمس اسئله، ده ستيج 1 لسه جل من لاس، وممكن ناس تغلط. ياخدوا الخمس أسئلة دي ينزلوها في الامتحان للطلبة بعدد منها يعني، ومش محسوبة، بتبقى مش محسوبة، وحتى بيقولوا للطلبة ان في جزء من الامتحان ده مش عندنا، من الأسئلة مش داخلة في النتيجة، يعني احنا بنتستد بنختبرها. لو لقوا السؤال اللي جايبه لنا الراجل بتاع الدكتوراه ده كل الطلبة جاوبوه، ما يتحطش في بنك المعلومات، لأنه سؤال تافه كل الناس بتجاوبه.
سؤال ما جاوبوش غير عدد قليل جدا جدا جدا، يبقى سؤال معقد جدا مش مطلوب تعقيد الطلبة، ما يتحطش في الأسئلة، لازم يبقى ريزنبل، لا هو سهل جدا بحيث كل الناس تجاوبه، ولا هو صعب بحيث ما حدش يجاوبه خالص. وبنتست بيه حاجة تاني ممكن ما حدش جاوبه، لأنه confusing، الصيغة بتاعته confusing. وده اللي بقوله حتى لطلبتنا في الجامعة، ان احنا عدد طبعا معظم الناس افاضل وزي الفل عندنا، عدد من الزملاء الافاضل بيبقى بسبب اللانجوج، ما بقولش بسبب قلة المعلومات، ساعات يحطوا صياغة لو حضرتك ركزت فيها الصياغة غلط، يعني انت هو عاوز الاجابة دي بس بسبب الصياغة الغلط وانت محق ما اخترتهاش. فلو لقيت حاجة يعني ما فيش غيرها صح بس بسبب ركاكة الصياغة، يعني انت بتبقى فاهم هو كان قصده ايه بس اللغة لم تسعفه، ابقى اختارها، ما تسيبش السؤال فاضي او تختار حاجة not related. انا كده بقول المحاضرة دي هحطها على اليوتيوب، وهي واحد من اهم المحاضرات، هي خاصة بواحد من اهم ان لم يكن هو الاهم هنا فقط، اللي هو multiple choice، ازاي تتعامل مع multiple choice. يبقى اسمع المحاضرة مرة واثنين وثلاثة، ومن طرق الامس كيو هتعرف ازاي تذاكر، وقلت لك تعمل ايه قبل الامتحان، تعمل ايه في اثناء الامتحان، بعد الامتحان، وال12 طريقة بتاع الامس كيو كيف تتعامل مع وانت المذاكرة. عرفت هما بيجيبوا الاسئلة ازاي، فمن الاول وضبط نفسك، you prepare yourself للموقف. اشكركم على حسن انصاتكم وعلى وقتكم، واتمنى اكون افدتكم. وبعد انا 15 مينت هحط اول امتحان وزمنه 15 دقيقة نجاوبه، وبعديها بكمان نص ساعه نحط الامتحان الثاني ونجاوبه. بشكركم والقاكم بعد فتره قصيره باذن الله. شكرا.